بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أعزائي الطلبة، السلام عليكم. نواصل مع حلول تمارين الاحتمالات الخاصة بالسنة الثانية ثانوي، دائما علوم تجريبية رياضية تقني رياضي وتسير واقتصاد. في هذا الجزء الرابع نبدأ بالتمرين الأول. قال لك يحتوي صندوق على 6 قريصات مرقمة من 1 إلى 6. أولا نسحب من الصندوق قريصة، نسجل الرقم الذي تحمله. يعني عندنا صندوق، عندنا صندوق، ها هو الصندوق، فيه 6 قريصات: 1 2 3 4 5 6. يعني مرقمين 1 2 3 5 4 6. يعني نسحب من الصندوق هذا قريصة، نسجل رقمها. مثلا سحبنا 6، سجلوا رقمها صح الذي تحمله، ونعيدها إلى الصندوق، نعاود نعيدها. يعني رانا في واش قلت لكم في الفيديوهات السابقة، ونعيدها. مش فعلي لا نعيدها صح، ونعيدها في الصندوق إلى الصندوق، ثم نسحب قريصة ثانية ونسجل رقمها. مثلا سحبنا رقم 2، نسجل رقمها هكذا. مثلا سحبت في الأول رقم 5، في الحالة الثانية سحبت 3 هكذا، سحبت 1 في الحالة الثانية 6 هكذا. متفاهمين؟ إذن قال لك بواسطة المخطط يعني الجدول عين كل الحالات الممكنة. أما في الحالة الثانية في هذا السؤال، لا نعيد القريصة الأولى، منعاودش نرجعها المسحوبة إلى الصندوق قبل سحب الثانية. كذلك بواسطة مخطط عين كل الحالات الممكنة. مثلا أنا في الحالة الثانية رانا جبتنا القريصة رقم 1، منعاودش نرجعها. إذا جيت نجبد، مانيش راح نجبد رقم 1، لأن الحالة الأولى نجم نقدر نجبد 1 1 2 2 3 3 وهكذا، لكن هنا 1 1 غير ممكن. لماذا؟ لأن جبدت رقم 1 في المرة الأولى، منعاودش نرجعها القريصة إلى الصندوق، إذا ماش راح نجبد رقم 1، راح يكونوا موجودين غير هذا فقط. يعني يا نجبد، يعني هذا ما يشرح نجبد، يا نجبد 1 و2، يعني في الحالة الأولى رقم 1 ونسجله، ونجبد الحالة الثانية 2، أو 1 و4 أو 1 و6 وهكذا. هذا هو المقصود تاع التمرين. يعني أنا فسرت لكم التمرين في مخطط فوضوي في مسودة حاولك. إذن نرسموا الجدول كما قلت لكم، لا مسودة وقالم، قول بسم الله وتوكل على الله. أيه ملا هنا أكد لي كما قلت لكم، ونعيدها، لا نعيد القريصة إلى الصندوق، ها لا نعيد الحالة الثانية. يعني انتبه لهذا الأنواع تاع الأسئلة، نعيدها لا نعيدها، هذا دائما يكون مع الصناديق والأكياس والشكاير إلى آخره صح. إذن نبدأ بالحالة الأولى، وهي ماذا؟ وهي سحب القريصة الأولى، سحب القريصة الأولى وإعادتها ولا إرجاعها وإعادتها لسحب، يعني إعادتها للصندوق لسحب قريصة أخرى صح. نديروا الجدول، صنعوا الجدول. إذن ها هو الجدول عندي. السحب الأول يكون بنا 1 2 3 4 5 6، أني زيد واحدة زيادة أول. إذن وهنا كذلك 1 2 3 4 5 5 و6، يعني عندي 6 قريصات. منا راح يكون السحب الأول هنا، السحب الأول دوك نقول لك علاش، وهنا السحب الثاني صح.
شوف مليح كي نسحق الرئيسة الأولى نسجل الرقم نتاعها، سحبت رقم واحد سجل الرقم نتاعها، زدت عاودت رجعتها ونعيدها، رجعتها إلى الصندوق وزدت سحبت طحت في رقم واحد، نقدر الرئيسة الأولى تكون رقم واحد، المرة الثانية تكون رقم اثنين، وهكذا 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 وهكذا. الرئيسة الأولى تكون رقم اثنين، الرئيسة الثانية تكون رقم واحد، الرئيسة الأولى رقم اثنين، يعني السحبة الأولى رقم اثنين، السحبة الثانية رقم اثنين، وهكذا. ثلاثة، اثنين، أربعة، اثنين، خمسة، اثنين، ستة. السحبة الأولى تكون رقم ثلاثة، ثانية واحد، ثلاثة، اثنان. السحبة الأولى تكون رقم ثلاثة، نعاود نطيح نجبدها الرئيسة رقم ثلاثة، وهكذا. ثلاثة، خمسة، ثلاثة، ستة. نفس الشيء بالنسبة للربعة، هكذا، ربعة، اثنان، ربعة، ثلاثة، نجبد السحبة الأولى القرية رقم ربعة، نعاود التحدي في القرية رقم ربعة، هي يعني ربعة ربعة، إذن هكذا، ربعة، ستة، إذن خمسة واحد، خمسة اثنان، خمسة ثلاثة، خمسة أربعة، نفس الشيء، خمسة خمسة، خمسة ستة، ستة واحد. علقت لكم هنا السحبة الأولى، لأن لاحظ دائما كي يكون السحبة الأولى هذا الجهة الواحد هو الأول، هو اللي سجلته الأول، اثنين هو اللي سجلته الأول، ثلاثة وهكذا، كيبان ستة، ستة أربعة، ستة خمسة، وستة ستة. إذن عدد الحالات الممكنة هنا يا عدد الحالات الممكنة هي شعال، هي ستة في ستة، ستة وثلاثين حالة. الآن نأتي إلى الحالة الثانية، وهي سحب القريصة الأولى دون إعادتها أو إرجاعها إلى الصندوق لسحب قريصة أخرى. لاحظ معي، نجيب من الأحسن هكذا، ونجيب الجدول هذاك هكذا، انتبه يكونوا كشول متساميين هكا صح. ثانيا واش قلنا؟ قلنا سحب القريصة الأولى، سحب القريصة الأولى دون إعادتها لسحب والرئيسة أخرى صح. دائما كالعادة أنا واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، وأنا كيف كيف واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، وستة صح. عفوا، إذا سحبت رقم واحد وما نعاودش نرجعو، نقدر نزيد كي نسحب نجيب رقم واحد؟ أبدا ما كاش، ما رجعتهاش، والرئيسة رقم واحد سجلت رقمها وما رجعتهاش، حطيتها برا. إذن لا لا، إذن هنا هذا الخانة ما كاش. نسحب رقم واحد واثنان معلوم كاين، واحد وثلاثة يعني السحبة الأولى واحد، السحبة الثانية نطيح بثلاثة، واحد أربعة، واحد خمسة، واحد ستة. نجي السحبة الأولى طحت في رقم اثنين، السحبة الثانية رقم واحد، السحبة الأولى طحت في رقم اثنين وعاودت ما رجعتهاش، هل نطيح في رقم اثنين مرة أخرى؟ لأنه ما رجعتهاش باش في الصندوق، كيف راح نطيح فيها؟ ما كاش آلي، إذن ما كاش. اثنين ثلاثة، اثنين أربعة، اثنين خمسة، اثنين ست. نسيت ما كتبتش منا السحبة، السحب الأول، وهنا السحب الثاني صح. نفس الشيء ثلاثة، ثلاثة واحد، ثلاثة اثنان، ثلاثة ما يش راح نزيد نجيب ثلاثة واحدة أخرى لأني ما رجعتهاش، إذن أنا نفس الشيء، ثلاثة أربعة، ثلاثة خمسة، ثلاثة ستة.
أربعة واحد، أربعة اثنين، أربعة ثلاثة، أربعة أربعة ما كاش، من مستحيل صح. أربعة خمسة، أربعة ستة، خمسة واحد، خمسة اثنين، خمسة ثلاثة، خمسة عفوا، خمسة أربعة، خمسة خمسة مكش، خمسة ستة، ستة واحد، ستة اثنين، ستة ثلاثة، ستة أربعة، ستة خمسة، ستة ستة مكش. إذن إذا كان هنا عدد الحالات الممكنة 36، وهنا أشعار عدد الحالات الممكنة، شعار شعار عندنا هنا، لاحظوا لاحظوا مليح معايا، لي مكاش، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة، يعني 36 ناقص ستة هي 30. متفاهمين؟ خلاص. واحد تمرين آخر، التمرين الثاني في هذا الفيديو، أهو بحادثتان حيث احتمال الحادثة A يساوي 0.3 واحتمال الحادثة A اتحاد B يساوي 0.7 واحتمال الحادثة A تقاطع B يساوي 0.2. المطلوب منا حساب احتمال الحادثة B. إذن هل هنا، أنا أطرح لكم سؤال واحد آخر، هل هنا الحادثة A و B هل هما متلائمتين أم غير متلائمتين؟ واش قلنا فالملخص تذكير أن الحادثتين، عفوا نسيت المسطرة، الحادثتين غير المتلائمتين، يعني A تقاطع A تقاطع B يساوي المجموعة الخالية، أما الحادثتين المتلائمتين A تقاطع B لا تساوي المجموعة الخالية. وهنا لاحظوا أنه عندنا، أي لدينا ماذا؟ لدينا احتمال الحادثة A تقاطع B يساوي 0.2 وليس 0. أننا كي نوجدها احتمال الحادثة A تقاطع B يساوي 0، هنا حادثتين غير متلائمتين. خلاص صح، هذه حاجة. إذن هنا لدينا ماذا؟ لدينا احتمال الحادثة A تقاطع B يساوي 0.2، إذن الحادثتان متلائمتان، لأن A تقاطع B يختلف عن الصفر، أي نستعمل، أي عفوا احتمال الحادثة A اتحاد B يساوي احتمال الحادثة A زائد احتمال الحادثة B ناقص احتمال الحادثة A تقاطع الحادثة B. لماذا؟ لأنه لو كانت الحادثتين غير متلائمتين هذا ما نستعملوش، لأنه يساوي المجموعة الخالية، إذن راح نستعمله إلا هذا فقط. فهمتوا علاش؟ صح. إذن الحادثتان متلائمتان، صح. إذن احنا واش طلبوا منا باش نحوشوا على احتمال الحادثة B؟ إذن احتمال الحادثة B يساوي احتمال الحادثة A اتحاد B ناقص احتمال الحادثة A وزائد نغير الإشارة، احتمال الحادثة A تقاطع الحادثة B، ومنه يساوي هذا 0.7 ناقص هذا 0.3 زائد 0.2 أي يساوي 0.6، أي احتمال الحادثة B يساوي 0.6.
ونقبل الفيديو مع هذا التمرين الثالث. قال لك أهو بحادثتان، حيث احتمال الحادثة A يساوي 0.45 واحتمال الحادثة B يساوي 0.37 واحتمال الحادثة A اتحاد B يساوي 0.82. أثبت أن A و B غير متلائمتان. كنا قلنا في الملخص أن الحادثتان أو تين غير متلائمتان، عفوا متلائمتان، كي تكون A تقاطع B يساوي المجموعة الخالية، يعني احتمال هذه الحادثة صيبه يساوي الصفر، صح؟ إذن لدينا احتمال الحادثة A اتحاد B يساوي احتمال الحادثة A زائد احتمال الحادثة B ناقص احتمال الحادثة A تقاطع B. باش تكون الحادثتان غير متلائمتان لازم هذه تكون تساوي الصفر، يعني مجموعة خالية، هذا هو الشرط. يعني أثبت باللي هذه الحادثتين متلائمتان، لازم نثبت باللي هذه تساوي الصفر، أي احتمال هذه الحادثة يساوي الصفر، هذا هو المقصود. إذن نجيب هذه منا، أي احتمال الحادثة A تقاطع B يساوي احتمال الحادثة A زائد احتمال الحادثة B ناقص احتمال الحادثة A اتحاد B. متفاهمين؟ صح. احتمال الحادثة A 0.45 زائد احتمال الحادثة B 0.73 ناقص احتمال الحادثة A اتحاد B 0.82، يعني 45 و37 تعطينا 82. إذن 0.82 ناقص 0.82 يعطينا ماذا؟ الصفر، أي احتمال الحادثة A تقاطع B يساوي الصفر، هذا يعني أن A تقاطع B يساوي المجموعة الخالية، ومنه الحادثتان A و B غير متلائمتان. هكذا تكون الإجابتان. ما أنني أعزائي الطلبة قبل ما نغادروا دائما أنتظر آراءكم تعليقاتكم، يعني شاركوا شوية في التعليق في الآراء، يعني انطباعاتكم إلى آخره. وكما وصيتكم دائما حل التمرين قبل ما نحله، أنا حاول أجتهد وبعد هذا لا شوف الصحح معايا، وإن شاء الله كي قربوا الاختبارات رانا نديرو يعني مواضيع نعالجو اختبارات، يعني اختبارات للفصل الثاني بإذن الله. أعزائي الطلبة قبل المغادرة ننصحكم أنكم تدخلوا لهذا المدونة، هذه المدونة وهي مهمة جدا جدا، حيث تجدون فيها يعني الفيديوهات توجدها مرتبة، يعني ما تتعبش. وكذلك راني الناس اللي راهي تراسلني على صفحتي في الفيسبوك تبعث لي فيلي ميساج، يعني مع الانترنت راهي ثقيله عندي وين راني حاليا، يعني في المنزل ثقيله بزاف. اذا من الاحسن اللي يعني تقدر تجاوب فيه على الميساج هو الانستغرام. الانستغرام يعني كي لا تكتب www.instagram.com وكتب كيما هكذا بروف ام اش دي برك مع الاخر سلاش بروف ام اش دي طيح عندي، هكذاك الميساج يلحقني بكل سهولة ونقدر نجاوبك بكل سهولة. إذن أعزائي إلى أن ألتقي بكم بإذن الله
في حل تمارين أخرى. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.